الفنانة نجلاء فتحي. نجلاء كانت ملكة جمال مصر، وهي من الستات الجميلات. طلب منها عادل إمام أن تمثل معه في فيلم عصابة حمادة توتو في مشهد جريء، طبعا رفضت. عادل إمام اللي عمله الشعب، اللي عمله جماهير، ما عملوش مبارك. أولا أعماله كلها فساد لمحبة الفساد، يعني يطلع الفاسد في الآخر هو الرابح. كان البديل للمشهد الجريء هي لبلبة. المفروض الصحة 3-4 أيام، نعمل إيه يعني؟ مش فاهم.